ان شاء الله ما تبلغ الضحكه. ان شاء الله تعالى الله يبارك فيك. لك والله على راسي، الله الله يوفقك يا رب، و... والله تسلم كلك زو حبيبي والله. فاجيت لهون على لبنان يعني اتعالج، وصاروا يعطوني دواء كثير وهيك، واعطوني دواء يعني في عالم تعطيني دواء هيك على غشمنه ما تعرف انه شو يعني، المهم انه خلص نعطيه دواء. ففي دواء في دواء هلا ما بعرف شو اسمه ضرب لي معدتي مكرونه. هلا هلا والله شو بتقولوا انتم؟ زغطة. تجيني الزغطة. ايه الزغطة ضلت كامشتني، الزغطة ضلت كامشتني 7 ايام 8 ايام ما تتركني ابدا. وهون الجهاز الهضمي مثل النار، حسوا كأنه منقى الفحم وشغال. يعني تقدر تقول ان في ارتجاع مريء وحموضة معدة وكرحة معدة. بالضبط، هاي من الدواء اللي اعطاني اياه، الدواء الغلط اللي اعطاني اياه. تمام، سخن. ايه سخن يا بلال. فصرت اخذ بطاطس، البطاطس حطها بقلب الخلاط واعصرها صير مي واشربها لحتى انه عملت اكلت غلاف للمعدة، و يعني مشي حالي شوي. المعدة ألم في العظم ولا حموضة معدة وكرحة معدة وارتجاع مريء واشياء من هذا القبيل؟ لا لا لا، انا على طول بتجيني الزغطة بتضل ماسكني جمعة كاملة ما بتتركني حتى وانا نايم بعملها الزغطة. يعني انت دلوقتي هاي المشكلة عم علي. يعني انت دلوقتي بتقول لي هل هناك حل للزغطة مثلا؟ انا بقول لك كده، اهم شيء لو احنا مثلا وليكن عايزين نتكلم عن الزغطه وسوء في الهضم، في دواء للزغطه، يعني في دواء للزغطه اسمه بريمبران. ممكن تكتبه وتجيبه. بريمبران حاجه كده معروفه وسهله خالص عشان موضوع الزغطه ده. انت ممكن تكتبه يا بلال، اكتب لي اياه بالكومنت. بلال اكتب لي اياه بالكومنت، ارجع عيده بالله لو سمحت. بريمبران قرص مرتين في اليوم، ده بيزيد من حركة الأمعاء وبيقلل الترجيع وبيقلل الزغط. اها، ودكتور عم يصيبني حرقة هون، نار هون، بحس الجهاز الهضمي نار. يعني لو في حموضة ماشي يا بلال حامل. حموضة المعدة، لو بنتكلم مثلا وليكن على حموضة المعدة أو كرحة المعدة أو أشياء من هذا القبيل، هناك روشيتا كاملة احنا بنقولها بشكل ايه هي بقى الروشيتا بتاعتنا دي؟ بشكل بسيط بنقدر نقول مثلا وليكن أول حاجة بنحتاج حاجة اسمها الزنتاك أمبول، ودي بتحقنها بتتاخد وريد عند اللزوم، عند ما تلاقي مثلا وليكن ديت بتالي الإفراز حمض المعدة اللي بيسبب لك الحرق. يبقى دي أول حاجة بناخد الزنتاك أمبول. مرة واحدة بتبقى عند اللزوم، مرة واحدة إفراز حمض المعدة، ده كده رقم واحد. تاني حاجة مثلا وليكن بناخد فوار فروت ده باخد فوار فروت باخده عندي، ده فوار عند اللزوم برضو بيقلل من افراز حمض المعده. برضو ممكن ناخد، احنا قلنا الزنتاك امبول، قلنا ممكن ناخد زنتاك اقراص 150 مللي برضو قرص صباحا ومساء لمده شهرين عشان تقدر تتخلص من المشكله بشكل كامل، اللي هو زنتاك امبول 100 زنتاك 150 مللي صباحا ومساء لمده شهرين متواصل. وبرده بتاخد حاجه اسمها الاوميز ده قرص قبل الفطار لمده شهرين بيقلل برده من افراز حمض المعده. اكتبها يا بلال. نعم، لا عم اقول لحدا يكتبها عندي عشان نضل متذكر. مش انت بتسجل؟ عادي سجل، ممكن تسجل الشيء ما دام بتسجل. انا عم بعمل سكرينات. ماشي، اعمل اللي انت عايزه. بص اعمل كل اللي انت عايز تعمله، انا عادي ما فيش مشكله. شو اسمها هي؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه بشكل بسيط كده، خليك مركز معايا اهو. انا اول حاجه عايزين ناخد حاجه تقلل افراز حمض المعده، لو عندنا يعني لو عندنا حمض المعده طالع بشكل كبير بناخد امبوله ونريح دماغنا، دي بناخدها عند اللزوم، حقنه بناخدها عند اللزوم زنتاك. تمام. ثاني حاجه بناخد فوار فروت عند اللزوم برضو، عند اللزوم برضو، عندي فوار موجود عندك برضو، موجود
بعد عندك كده برضو عشان نقلل من افراز الكمية عشان نظبط هذا الامر بناخد الزنتاج بس 150 ملي تابلت، بناخد قرص صباحا ومساء لمدة شهرين، قرص صباحا ومساء لمدة شهرين ده كده. بعد كده بنخش على الاوميز، الاوميز 40 ملي جرام بناخد قرص قبل الفطار لمدة شهرين. بعد كده بنخش على مثلا ممكن ناخد اخر حاجه مثلا ناخد حاجه قرص، ناخد حاجه عشان تقتل البكتيريا اللي بتسبب لنا حموضه المعده نفسها، حاجه تقتل البكتيريا اللي بتسبب حموضه المعده نفسها دي مثلا، وليكن بناخد اشهر حاجه اسمها ترايو. ترايو ده اغلى، غالي شويه تقريبا في مصر عندنا مثلا ب 51 جنيه تقريبا مش عارف، بس الغالي ثمنه فيه يعني. مثلا ترايو ده بتاخد قرص في اليوم لمده اسبوعين فقط، ده يعني اسبوعين يبقى احنا قلنا كده. ممكن برضو لو انت عايز تبطئ عشان نبطن ونحمي جدار المعده من الحمض المعدي نفسه، ما احنا في حمض المعده بيطلع بجدار المعده عشان نحميه بنحتاج حاجه بناخد حاجه اسمها الليبيكو جيل. الليبيكو جيل، الليبيكو جيل دي معناها شو اسمها؟ ايبيكو جل، دي معلقه كبيره 3 مرات يوميا بعد الاكل. اكتبها يا بلال. ايبيكو جل تمام. هاي لحمايه الجدار المعده، ده عشان نبطل ونحمي جدار المعده من حمض المعده نفسه اللي بيطلع ويعمل لنا حرقان.